والآن نتحول إلى أخبار الطقس مرة ثالثة وأخيرة مع شروق عماد. شكرا لك إلهام وهبة، أهلا بحضراتكم من جديد وجولة أخيرة لأخبار الطقس ودرجة الحرارة محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية العظمى: في القاهرة 24 والصغرى 16، الإسكندرية 22 17، مطروح 23 15، بورسعيد 23 19، الإسماعيلية 24 16. وعن السويس العظمى 25، الصغرى 17، العريش 24 17، طابة 25 20، شرم الشيخ 28 21، الغردقة 27 19. الأقصر 29 16، أسوان 28 19، الوادي الجديد 27 12، شلاتين 28 22، وحلايب 27 21. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.